قبل كل شيء عشر مباركة بالصحة والعافية والإيمان والتقوى، ويتقبل منا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الفضيلة عند الله سبحانه وتعالى. فعلا تناخذوا العطرية تتكون جديدة، تناخذوا تنختنيوا الحلويات، كاين اللي تنصوبوه في البيت، خدينا الدجاج لأن والحوت، لأن من بعد تيتسدوا المحلات ما تيبقاوش موالين الدجاج وموالين الحوت، تنوجدوا ونحطوهم بالماء، ما يمكنناش ناكلوا دائما اللحم. والحلوى صراحه انا تنصاوبها في البيت، ولكن تنقتني المسائل اللي باش نصاوب بها اللوز، الورقه، الطحين، العطريه تناخذوها وتنطحنوها على يدينا. هذا المرشي بن جديه كيف تتعرفوا هو مرشي المواد فيه نقيه والاثمنه مناسبه، زعما صراحه مناسبه والجوده عاليه. انا ساكنه هنايا والجوده عندنا في بن جديه رائعه. سميتي محمد في بن جديه، كنبيع عطريه. بالنسبه للعطريه اللي كتباع كلشي كيتباع، سكن جبير، تحميره، كمون، خرقوم، راس الحانوت، مروزيه، الثومه مطحونه، بسله، كلشي كيتمشى. وكاينين لي مارينات ديال المشاوي، كاينه ديال الدجاج واللحم مشويين، ديال الكفته مشويه، الثومه كتمشاو مزيان. كيفضلوا يتوا عواد وطحونوها في البلاصه، الناس قليل اللي كيتقلبها باش يديها مطحونه، كي زعما كيفضلوا يشوفوا الطحنه قدامهم. الفاكهه كياخذوها كركاع، زبيب، مشماش، برقوق، لوز، كلشي كيتمشى. الفاكهه حتى هي الفاكهه رخيصه دابا، ماشي زعما زيد. اللوز داير 90 درهم، كركاع 110 درهم، برقوق 40، مشماش 60 درهم، زبيب 40 درهم حتى هو. الثمن مزيان، ماشي زعما زايدين في العواشر ولا. نبيعو كلشي، الحلوى، الورقة، مسمن، ترفيسة، الطبوط، الحرشة، كلشي كنبيعو، كلشي موجود. كيتمشى الحلوى، كلشي الحاجات درتيها كتمشى. بالنسبة للأشكال كاين ديال كاوكاو، كاين ديال التمر، كاين صابلي، على حسب الناس، كاين ديال الكوكس، سميدة، غريبات، وتعي في العيد كبير كتمشى فحال هكا بطبوط، مسمن، كنا واحد أش كيطلب. لا باقي ديك يقبل اللي بغيتي باقي ما كاينش. ماشي بحال الأعياد الآخرين، بحال هكا الأزمة الكورونا، الناس مأزمين شوية، ما كايناش ديك بيع اشترى اللي بغيتي، ولكن الحمد لله، الإنسان يقول الحمد لله.